يكون رد يعني الواحد يجاوب عليه يكون ديان لست ديانة. أنا أظن أنه أكثر من 1500 مسلم في الشرطة، أنه مش كل واحد بيحط نفسه أنا مسلم أو أنا مسيحي أو أنا كذا، يعني السؤال هو اختياري. طب دايما يا كابتن احمد في رمضان ناس كتير بتشتكي ان بيكون في تكدس على المساجد وزحمه، فالناس مش بتلاقي برك فدايما بياخدوا تكتات، ففي حل للمشكله المزمنه دي اللي بنقابلها كل رمضان؟ مشكله الباركن يعني في نيويورك مشكله لكل الجاليات ليست الجاليه الاسلاميه فقط، المسلمين بيعانوا منها في رمضان تحديدا. يعني احنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه. ليش نقدر عليه؟ بنحاول نجد يعني مثلا نخلي الناس توقف في بعض الاماكن بدون ما نعطيهم مخالفات، ولكن احنا لا نشجع على الوقوف يعني دبل بارك، لانه لما تعمل دبل بارك يعني ممكن تحجز واحد غيرك، ممكن يعني انسان عنده يعني حاله طوارئ، ممكن الانسان يعني فيه، فطبعا يعني الانسان يحاول انه ايش في خلال رمضان انه يعني كمسلم افضل ان الناس يعني يكونوا اقرب الى الاسلام، مش علشان انه انت تروح تصلي توقف يعني دبل بارك على واحد اخر وتسبب له مشكله، انه المسلم من سلم الناس ومن يده. صح، بس في استثناءات، يعني واحد بيبقى عايز يلحق الصلاه مش عايز يدفع تيكت $150 عشان بس عايز يصلي، فالمفروض ان الشرطه بتعمل حسابها على حاجه زي كده. احنا بنحاول يعني كما ذكرت نعمل كل الاشياء هذه، ولكن في نفس الوقت لازم نعرف انه ايش يعني اذا الانسان يعني عاوز يروح المسجد وعاوز يصلي. انا على فكره اتكلم كمسلم، يعني يحاول الانسان يحاول انه ايش يعمل جهده بحيث انه ما يسببش مشكله للاخرين، ولكن من ناحيه انه التغافي عن المخالفات في رمضان نحن بنحاول نعمل شيء كذا في الشرطة، نحاول نعمل الجهد، ولكن أنا لا أشجع على هذا بصراحة، يعني أشجع على إيش إن الشخص يعني واظب ويكون إنسان مسلم فعلا بحيث إنه ما يؤذيش الآخرين هذا كمسلم. أنتوا كضباط شرطة مسلمين في شرطة نيويورك بالنسبة لكم شهر رمضان بيكون شهر شغل زيادة ولا شغل بيكون أقل؟ لا والله الحمد لله يعني نفس الشغل ما يتغيرش، وأنا أؤمن يعني إنه الانسان يكون ياخذ عليه اجر كل ما يعني يكون بيأدي واجبه، يعني بتأدي واجبك يعني في رمضان وغير رمضان، والحمد لله يعني بنعملها كل سنه وربنا. انا سمعنا كلام رئيس الشرطه لما قال ان هو هيكون في شرطه قدام المساجد يعني زياده تأمين يعني للمساجد، فهل انتوا عندكم احصائيات عن اماكن تركز المسلمين بحيث انتوا تزودوا في يعني بروكلين غير منهاتن غير كده، ولا بتزودوا على اساس ايه؟ يعني طبعا بعض الاماكن اللي المساجد اللي هي كبيره بيكون وجود الشرطه بشكل مستمر، في اماكن يعني في مساجد صغيره جدا فبيحصل عليها يعني يحصل انه في تغطيه، ولكن طبعا المساجد التي كبيره والتي يتداولها الناس اكثر واكثر تكون التغطيه اكثر. مثلا يعني اديك مثل، اكبر مسجد في نيويورك يعتبر مسجد من نيويورك اسلاميك كالتشرال سنتر اللي موجود على 96 ستريت، اكبر مسجد في المدينه، فتحت الضغطيه هناك اكثر. ليش؟ لانه المسجد كبير والناس بتزور المسجد يعني بشكل مستمر، في كل الصلوات المسجد مليان. مساجد مثلا في بروكلين عندك يعني مصعب بن عمير، مسجد يعتبر كبير والمنطقة مزدحمة، تجلد الشرطة هناك باستمرار، يعني كمثل بس. أما أنه يعني نتغافى عن بعض المساجد، نعم في تغطية بشكل عام، ولكن طبعا كل ما كان المكان مزدحم كل ما كانت التغطية أكثر. طب آخر سؤال، بالنسبة لجرائم الكراهية من السنة اللي فاتت لغاية السنة دي، هل زادت ولا قلت وعندك نسب بكده؟ ما فيش عندي نسبة بالنسبة للسد الجرائم، ولكن طبعا أي جرائم اللي تحصل ضد الجالية إذا كان الجالية ما تعملش ريبورت عليها ما فيش حد يعرفها، فأنا أشجع أنه أي واحد يكون بتكلم على الجرائم اللي تم عمل ريبورت عليها، بتكلم على الجرائم اللي تبلغ عنها فعلا. أنا ما فيش عندي الإحصائيات تقريبا ما ذكروها في المحاضرة، بس ما فيش مش فاكر إيش الإحصائيات، أنا أفتكر أنه كانت الجرائم أقل من السنة اللي فاتت. تمام، شكرا جدا، يا بنشكر جدا كابتن احمد، شكرا لكل شرطه نيويورك، ريت كل يا جماعه يتابعنا على صفحه فارس منهاتن، تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو ده، شكرا جدا، السلام عليكم.